اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. حاج عامر حسين عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري، مشرفني منورني. اهلا بيك كابتن سيف. اخيرا اخيرا تغلبنا على الشبوره وتغلبنا على الازمات، والحمد لله حضرتك موجود عندنا. الحمد لله، شرف ليا طبعا. شرف ليا. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله كويس؟ تمام الحمد لله. ليه دايما الهجوم عليك كتير؟ ليه دايما في قفص الاتهام؟ هو امر طبيعي، لان على الاقل كل اسبوع بتاخد قرارات في انديه معينه، فعلى حسب مصلحه بقى وانتماء الجماهير، النهارده بقى كويس بكره بقى وحش بعده. انما في مجمل القرارات الانديه كلها طبعا بتتضرر من العقوبات، وانا مجبر ادي عقوبات لان في لائحه وما فيش مسابقه من غير عقوبات، وبالتالي بطبق اللائحه. والحمد لله ان يعني السنين الطويله اللي فاتت ما فيش اي قرار يتعدل بالنسبه لي من لجنه الاستئناف. مع جمال علام انت اكتر واحد بتتهاجم وانت مش عضو مجلس اداره، مع هاني بوريدا انت اكتر واحد بتتهاجم وانت مش عضو مجلس اداره، حضرتك دلوقتي عضو مجلس اداره واكتر واحد بتتهاجم، ما جيتش مره قلت ايه؟ طب ما انا عضو مجلس اداره خلاص بقى، مالي ومال المسابقات وادي قرارات شوف حد تاني يتهاجم. انا بعدت مرتين، مره كان في اختيار يا المنطقه يا لجنه المسابقات، واخترت المنطقه ودينا فرصه للمجموعه كده، وبعد كده رجعوا تاني طلب مني ان انا بقى موجود، ومن سنتين برضو نفس الوضع، بعدت لمده موسم وبعدين طلب مني ان ارجع تاني. وانا طبيعي في الكوره ما بقدرش اقول لا، يعني اي مساعده في الكوره ربنا يعني خلقني كده. ليه عمر النادي ما بيسندك؟ يعني ليه دايما بتاخد قرارات حتى في المؤجلات او حاجه، تبقى مثلا مساند نادي واقف مع ده، وفي الموقف اللي بعده على طول تلاقي هجوم ناري يقول لك اشمعنى هنا واشمعنى هنا، وتطلع وترد، سيناريو بيتكرر هو نفس السنين. عشان المسؤولين الكلام اللي بيننا وبينهم في التليفونات والمقابلات حاجه، وقدام الاعلام حاجه ثانيه طبعا. هم اقوى ولا انت؟ لان هو لا، انا اقوى باللائحه. وهم اقوى بايه؟ الجمهور طبعا. بالجمهور؟ طبعا. يعني هم يعني الجماهيريه يعني المسؤولين طبعا. انا مقدر الكلام دوت، لان انا كنت في نادي الاتحاد وكنت مدير كوره في نادي الاتحاد ورئيس قطاع الناشئين في نادي الاتحاد، فانا مقدر العيش الجو دوت، وعارف ان الجمهور عايز يكسب كل المباريات ومهما كانت امكانيات النادي الجماهيري. وبالتالي لما الجمهور بيهاجم فلازم المسؤول لو محتاج المدير الفني يبقى هيجيبها على اتحاد الكوره اللي هو الركن الاضعف او المسابقات، الناس اللي ما عندهاش يعني جمهور وما عندهاش اعلام. ولو المدير الفني هو مش باقي عليه قوي يبقى لازم هيرضي الجمهور ويرجع تاني يفتح باب المكتب ويخش وتتكلموا عادي. لا لا عادي، ما انا ببقى مقدر، انا ببقى عارف هو بيعمل كده ليه، فما ببقاش زعلان قوي. مفيش مشكله، هو عايز ينقذ نفسه. فالنهارده يا شويه حكام يا شويه مسابقات وشويه لو مع عدم توفيق يبقى ضغط المباريات، لو في توفيق احنا قدرنا نعمل الاستشفاء وقدرنا نعمل الروتيشن، نعمل الحاجات دي، يعني كل الحاجات الكلام موجود. يعني الدوري هيخلص امتى؟ دلوقتي ده سؤال اكيد اجابته موجوده بعد خروج الاهلي. لا قبل الخروج حتى يعني ما كانش فيه مشكله خالص، يعني احنا محددين 30/7 ان شاء الله نخلص الدوري. هل الماتشات اللي بيلعبها الاهلي دلوقتي كان متفق عليها؟ يعني كنت حضرتك متفق عليه لو خرجت من الدور ده هتلعب كذا وكذا؟ لو كنت حاططها في الجدول، موجوده في الاجنده. طبعا، عشان كده احنا اعلناها على طول تاني يوم، كانت مترتبه وتلعب المباراه السيراميكا. المؤجلات الياتها ايه؟ بكره تتلعب ان شاء الله مع سيراميكا، والمباراه اللي فاتت اتلعبت، فالامور كلها مترتبه في الجدول، الانديه عارفه الجدول وعارفه اللائحه بتاعت الاتحاد الافريقي بالنسبه لابطال الدوري الكونفدراليه. حاطين لائحه ان اللي بيلعب داخل مصر بيلعب على 3 يوم، اللي بيلعب في الخارج يلعب على 4 يوم. ممكن تحصل بقى هنا في مشكله، ان الاتحاد الافريقي بيبقى يقول لك النادي يحدد مثلا ابطال الدوري جمعه او سبت. وانا بحط الجدول ما ببقاش عارف هيلعب جمعه ولا هيلعب سبت. والاسبوع اللي بعده انه بيلعب كل اسبوع، اللي بعده هل هيلعب جمعه ولا هيلعب سبت؟ فلو لعب مثلا جمعه وجمعه، لو والاثنين بره، وده هتحصل مع بيراميدز يعني في مباراه الجونه اللي وسطهم مباراه الجونه، لو لعب جمعه وجمعه، لو جيت طبقت الاربع ايام على 4 يوم،
يبقى الرابع يوم ده مش هيمشي مع المباراه اللي بعدها، فلازم هتاجلها ايا كان. فدي المشكله بتاعت المباريات الافريقيه، انك انت ما بتبقاش عارف هتلعب في انهي يوم. يمكن الكونفدراليه في دوري المجموعات بقت سهله، المتحدي يوم الاحد هيلعب الاحد. قبل كده في الادوار اللي قبل دوري المجموعات بتبقى صعبه جدا، لان بيقول لك اختيار احد ايام الجمعه او السبت او الاحد، النادي بيختار ويختار قبلها باسبوع. طب انت عايز تحط الجدول هتحط ازاي؟ فبتحط الاحتمالات كلها. يعني حاليا انت بتكتب احد ايام كذا او كذا، على حسب بقى هيلعب بره هيلعب جوه، القرعه هتجيب ايه بتاعت الاتحاد الافريقي. هي دي المشاكل، انما بنعمل الحسابات بقى والاحتمالات كلها. هل فيتوريا جزء من القرار معاك في الحته دي؟ لا، فيتوريا بينسق معايا في خلال المعسكرات، ودلوقتي طبعا في على الاقل 8 9 موجودين في الخارج مش هيقدروا يجوا الا في الاجنده، فبالتالي ما بيبقاش في مشكله. هم ما بيقدرش يجمع قبل الاجنده، لان العدد اللي فاضل 10 12 هو بيبقى محتاج ان هم يلعبوا مباريات عشان بيبقى نفس المستوى الناس اللي جايه من بره، بيبقى بيلعبوا قبل الاجنده بيوم وبيجوا على بتاريخ الاجنده الدوليه. فبالتالي موضوع الاجنده دوت ما بيخليش فيه يعني تفاصيل كتير بيني وبين مستر فيتوريا. بعض الناس قالوا ان مجلس اداره الزمالك تواصل مع حضراتكم في مساله فتوح وصبحي، ان الراجل ياخدهم او ما ياخدهمش، ينضم المنتخب او لا. لا، انا ما عنديش فكره عن الموضوع خالص. لا، محمد، مفيش عند حضرتك فكره؟ لا 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 خالص. هل حضراتكم ممكن تتدخلوا مع الراجل في حاجه زي دي اصلا؟ الراجل ما حدش يقدر يتدخل معاه خالص. حدش يقدر يتدخل معاه؟ لا لا، احنا مدينه حريه كامله، بياخد القرارات اللي هو عايزها اللي فيها مصلحه المنتخب. الراجل جاي عقد 4 سنين، مرتب نفسه على الكلام ده كله، مدينه كل الصلاحيات. راجل احنا عندنا ثقه فيه، وراجل ذكي جدا، عنده خبرات كبيره، كان في نادي بنفيكا، عنده جماهير كبيره، طبعا متحمل الضغوط. صح، يعني راجل بيراعي كل الكلام دوت. ويمكن البرتغال قريبه مننا شويه من الطبعه بتاعتنا يعني. لكن حضرتك شايف ان الموقف بتاع اللعيبه في الزمالك مفصول عن المنتخب؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. يعني هو قراره، هو اللي شاف المصلحه بتاعت المنتخب، بس جنب المنتخب المفروض ما حدش يتكلم خالص يعني. هو اللي شايف، وهو اللي بيقود، وهو اللي عارف مصلحته ايه، وهو في الاخر اللي هتحاسب عليه. طبعا احنا كده كده الاتحاد بيتحاسب يعني في جميع الاحوال. انما هو برضه ليه اسمه وليه تاريخه وليه سمعته وعايز مستقبله في التدريب، فبالتالي ما تقدرش تتدخل في شغله. هو عارف ايه الاماكن اللي محتاجها، ايه الاماكن اللي ممكن يستغنى عنها في الفتره ديت، عارف اللاعب دوت رجله في الملعب ولا مش في الملعب، كل الامور ديت امور فنيه. اذا القرار قرار الراجل. اكيد طبعا 100% يعني. تمام. هل حضرتك كان عندك رؤيه وجهه نظر انك تعمل الدوري مجموعه واحده؟ المجموعتين انا اسف. كنا عرضنا من سنتين، كانت الامور اصعب زي الموسم ده كده، وعرضنا على الانديه، والنائب احمد دياب والكابتن عماد متعب لفوا على الانديه كلها وشرحوا لهم حضرتك بتكلم عن السنه دي. ما السنه دي نفس السنتين اللي فاتوا، اللي هو انا مش مقتنع بموضوع المجموعتين، لان المجموعتين ممكن تضر الشركه الراعيه، لان ممكن الانديه الكبيره ما تقابلش بعض لو في المجموعتين. انما انا لقيت ان الدوري البلجيكي هو الافضل، انك تلعب دوري من دور واحد، وبعد كده بتفصل الثمانيه اللي فوق بيلعبوا مع بعض دور واحد، والعشره اللي تحت بيكملوا بنفس النقاط اللي بيلعبوا فيها، فده بتضمن ان كل الانديه القويه هتلعب مع بعض، فبالتالي ما فيش حد هيتضر، والجماهير هتستمتع بمباراه قويه سواء في الدور الاول او في الثمانيه بقى الجامدين اللي فوق اللي هيطلعوا الثمانيه الاوائل. الانديه ما فيتش، بيقولوا في مشاكل من الناحيه التسويقيه والشركات الراعيه، وان ما فيش فرصه للتعويض للانديه اللي هتهبط، عدد الماتشات هيبقى قليل، رغم انها طبعا في مصلحتهم يعني. دوري المحترفين تمسكت حضرتك بيه، شايفه ازاي لما اشتغل؟ وهل قدرتوا تعوضوا الانديه ماديا في مساله دوري المحترفين؟ كانت معركه كبيره دوري المحترفين دوت يعني. تحسب لكم؟ يعني الحمد لله، يمكن انا عشان بقالي مده وحضرت يعني الكابتن سياجي وفتاح المسابقات قبل كده، وكان نفسنا دايما نعمله، لان ده في مصلحه لكل الانديه سواء اللي فوق في الدوري الممتاز او المجموعه اللي تحت. لان احنا عملنا الدراسه، الثلاث مجموعات اللي كانوا موجودين تحت برضو الانديه بتشتكي من الماديات، بتشتكي من الملاعب، ففي كان فيها مشاكل كتير، وما كناش بياخدوا فلوس، ما هي
دلوقتي لما عملت دوري كنت قلت لحضرتك عليه دوت، قللنا عدد المباريات لانه هيلعب دوري من دور واحد، بدل ما ناخد العشرة اللي فوق والعشرة اللي بعد كده الترتيب، وهيكملوا بالنقاط بتاعتهم، فقللنا عدد الماتشات، وبالتالي المباراه بقت قويه جدا، وانت طبعا مشكوره بتنقل المباريات، فدي فايده كبيره للانديه بصرف النظر عن الماديات، يعني حتى لو مش ماديات، انما عشان اللعيبه بتاعتها تتعرض في المباريات ديت، ممكن تسوق اللعيبه بتاعتها، ممكن تجيب لها فلوس كتير في متابعه، ممكن النادي يشتغل يجيب اعلانات للملعب بتاعه. احنا الاول لما كنا بنعمل مباراه اعتزال او تكريم زمان، كان اهم حاجه ان المباراه تبقى منقوله، ان الاعلانات ما لهاش قيمه من غير نقل تلفزيوني. فبالتالي لازم الانديه تشتغل بجانب الاتحاد ان هم ينموا الموارد بتاعتهم، وميزه كبيره هي نقل المباريات. ويمكن غيرنا بعض المواعيد اللي احنا في الدوري، في مباراه تلعب 2:30، في مباراه غيرنا مواعيدها 5 عشان تمشي مع ظروف المتاحه بالنسبه لقناه اون تايم، عشان تقدر تنقل الماتشات ديت. ويمكن بان موهوبين كتير بانت الفتره اللي فاتت، والجمهور بدا يتعلق مستوى رائع، لان دي بدايه. صح، يعني دي بدايه، واي حاجه بدايه بتبقى صعبه. صح، انما بعد كده هتمشي، وهتلاقي الامور ماشيه، النواحي الماديه والاعلانات هتلاقي الامور هتمشي ان شاء الله. كاس الرابطه تم الاستقرار عليه؟ كاس الرابطه احنا يمكن الموسم اللي فات عملناه بخروج المغلوب، لان ما كانش فيه امم افريقيا، ما فيش مساحه كبيره. الموسم اللي قبل الماضي عملناه بالمجموعات، 3 مجموعات، كل مجموعه 6 انديه، عشان كان في 45 يوم اللي هم هيحصلوا الموسم دوت. فهنرجع الموسم ده ان شاء الله بنفس النظام، اللي هم 3 مجموعات مش خروج المغلوب، عشان الانديه نساعد الانديه، الناس اللي هي مش في المنتخب. امتى لامتى؟ في المنتخب ووقت بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله. في شهر واحد؟ احنا نبدا من 2/1، احنا هنوقف في الدوري من 2/1 لحتى 13/2، دي الفتره بتاعت امم افريقيا، ودي الفتره اللي هتلاقي فيها كاس الرابطه بدون الدوليين. ان شاء الله. والانديه كلهم الدنيا موافقين يعني. عارفين، وهم عملناه سنتين مع بعض. السوبر المصري خلاص، الاهلي زمالك بيراميدز فيوتشر؟ اهلي بيراميدز فيوتشر سيراميكا، انا اسف. تمام. الزمالك خارج ال لا حتى الان ما فيش. ما فيش. حتى الان يعني يعني يا حاج عبد؟ لا احنا علينا خلاص، احنا المباريات من 24 ل 28، 12 خلاص الموضوع منتهي. ممكن حضرتك تقول لي المباريات هتمشي ازاي؟ يوم 24 هيلعب بيراميدز مع فيوتشر. 25 هيلعب الاهلي مع سيراميكا، و28 المباراتين الفائز مع الفائز والمهزوم مع المهزوم. يعني هما 4 ماتشات. الماتشين ده هيتلعبوا على يومين، والماتشين التانيين هيتلعبوا على يومين. لان الاهلي عنده كاس العالم الأندية من 12 ل 22، عشان كده هيلعب 25. هيخلص ويطلع من بره على هناك. طب ليه حضرتك الماتش بتاع التالت والرابع والاول والتاني الاثنين في نفس اليوم؟ عشان ياخد نفس المساحه يعني، والشركه الراعيه مع مجلس ابو ظبي شافوا ان كده افضل، وممكن عشان الجمهور برضو. سبب من دايما الاسباب، بعض الناس يقولوا كده، ان عدم نجاح اتحاد الكوره او عدم وجود اندماج هو الواتساب او الجروبات اللي على الواتساب. لا، ما فيش الكلام ده يعني. المجموعه اللي موجوده حاليا مجموعه ما عندهاش مشاكل يعني. هو كان في الكلام ده اصلا؟ لا ما اعرفش، انا ما كنتش موجود. انا اول مره اخش اتحاد كوره عضو مجلس اداره. من السنين اللي فاتت دي كلها اول مره ابقى عضو مجلس اداره يعني. فانا كنت على طول منعزل بالمسابقات. الامور الثانيه دي ما كنتش بدخل فيها خالص يعني، مش مركز فيها. الجروبات على الواتساب دي بتفيد المجالس دي ولا بتضر؟ لا ما جربتهاش، ما اعرفش. ما جربتهاش. هل ليه دايما اتحاد الكوره مخترق؟ امر طبيعي، عشان كده هي لعبه شعبيه، ما فيهاش حاجه بتتدارى وما فيهاش حاجه يعني. مهما اتفقتوا ان ده قرار وموضوع وبتاع، تطلع تلاقيه بره، تقدر تخبيها يعني. ما فيش حاجه اصلا، حد داري ايه؟ يعني ايه اللي ممكن يتدارى جوه اتحاد الكوره؟ قبول يعني ورفض قرار، الاختيار من عند مين؟ مين اللي اختار؟ مين اللي كان موافق ومين اللي رفض؟ حاجات كتير. لا دي ما يمكن مش موجوده قوي يعني عندنا في المجموعه، لان الخلاف مش كتير، فما فيش خلاف يعني في حاجات جوهريه، حاجات تستاهل الخناق يعني. احنا شغالين، المنتخبات موجوده، شغلين اللاعبين في اتجاه، ما فيش مشاكل فيها، الملفات كلها متوزعه على الناس كلها، فبالتالي الامور كلها
امور سهله. يمكن النفس هادي زي ما بيقولوا، في ما عندناش حد من يعلي صوته، ما عندناش حد من صح. النوعيه ديت، فالامور المجموعه كلها هاديه. فالامور ماشيه يعني في هدوء. وحضرتك بتدي العقوبه بتبص على لون التيشيرت؟ مستحيل. ما بقول لحضرتك في الاول حاجه ايه، المده دي كلها لجنه الاستئناف ما غيرتش ولا قرار، الحمد لله ان انا اخدته مع المسابقات. وده الدليل ان اللائحه بتطبق، لانك اول حاجه الاستئناف يعملها ايه؟ يجيب تقرير الحكم والمراقبين وشريط المباراه ويجيب اللائحه قدامه. هل طبقنا اللائحه ولا ما طبقناش اللائحه؟ راي حضرتك ايه في التحكيم المصري؟ انا متفائل. متفائل وانا كمان متفائل، بس انا بتكلم في اللي فات، يعني اول اسبوعين مثلا من الدوري. لا بنسبه كبيره كويس، انما في اخطاء طبعا، في اخطاء، والراجل كويس ان هو بياخد قرارات على طول، والناس بتبقى حاسه بالقرار اللي بيعمله. هل حضرتك لان الراجل شخصيه مش سهله. يعني الراجل قعد يعني اتفرج كتير وبعدين دخل بقوه يعني. فالحكام كلها عارفه ان مفيش حد بيغلط وما بيتعاقبش خلاص. موضوع التصنيف اللي عمله ده رغم ان هو فيه سلبيات، ان ممكن انديه من القسم الثاني بتشتكي على ان الحكام الكبيره ما بتحكملهمش في الماتشات الصعبه بتاع الدوري المحترفين يعني، او القسم الثاني الف وب الاثنين صعبين، حتى القسم الثالث في مباراه صعبه جدا. انما هو ادى ميزه ان في حكام كتير عمرها ما كانت هتاخد فرصه، دلوقتي اخدوا فرص في مباراة الجمهورية، الشباب والناشئين والقسم الرابع والثالث، بدأت الحكام كلها بتلعب. ففي الآخر التصنيف دوت اللي هو هيعمله، مين هيطلع بقى فوق في التصنيف الأول، مين هينزل لو مش موفق في التصنيف الثاني، مع الوقت أنا شايف إن الأمور هتبقى كويسة. طبعا في أندية في أخطاء زي مباراة الإسماعيلي وفاركو، كان فيها خطأين مؤثرين جدا، فطبيعي إن هتلاقي أخطاء. وده برضو من حضرتك عمرك اتكلمت مع حكم مثلا شاف واحد بيلعب بايده كده، واحد زق واحد مثلا في يعني حسن حضرتك جبته وكلمت معاه مثلا قلت له ايه بقى يعني؟ لا انا ودي كده مع الحكام في اسكندريه يقول لك هو يا اما بيبقى جري غلط فما شافش اللعبه والوضع الطبيعي. لا حضرتك بتتكلم على الفار؟ ايوه انا بتكلم على الاثنين. لا لو في عدد موجود الفار يعني حضرتك ممكن الحكم ممكن في حاجه فقد تركيزه ثانيه بتاع، انما في وجود الفار ايوه لا في وجود الفار المفروض ان الاخطاء تبقى ايوه بيبقى قليله جدا. بتبقى ايه بقى يا كابتن؟ يعني هو بينه وبين الراجل بتاع الفار الحقيقه الحكم اللي موجود في الفار ممكن هو يقول لك لا اصل ده متعمد، ده مش متعمد، ده مسيطر على الكوره، ده ما كانش مسيطر على الكوره. وده بنشوفها في الدوري الانجليزي، في اخطاء كتير جدا طبعا، بس في حاجات يطلعوا يعترفوا بيها ويطلعوا بس في حاجات ما بتبقاش، في حاجات بتبقى شايفينها ان هي واضحه جدا. لا انا معاك طبعا، في حاجات بتبقى واضحه، انما مهما كان فار مش فار ما دام يعني البني ادم هو اللي بياخد القرار في الاخر سواء على الفار او اللي في الملعب هيبقى في اخطاء طبعا، امر طبيعي. طيب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا مع الحاج عامر حسين. نرجع تاني بقى ونكمل حديثنا مع الحاج عامر حسين. هل مترجم نادي الزمالك اتظلم؟ لا طبعا، ان في تقرير حكام اللي كاتبه فيه التقرير، بس احنا يعني تواصلنا معاه في مره وقال لي انا ده الحكم اعتذر لي وقال لي انا فهمت غلط. بناء على التقرير الموجود انا بناخد القرارات يعني. طب ايه كانت الواقعه؟ لان برضو المدير الفني طلع قال انا مستغرب مترجم يتوقف، انا المسؤول. لا هو ما توقفش عشان مترجم حاجه غلط يعني. هو مش مسؤول، هو ما شافش طبعا. حضرتك عارف بعد المباراه لما بتروح غرفه الملابس بتبقى العمليه، ده بيطلع لوحده، ده بيطلع لوحده، ده بيطلع لوحده، فما اقدرش اخد قرار الا بناء على تقرير موجود يعني. هل الاهلي والزمالك ممنوعين يلعبوا الساعه 4؟ ده الاهلي بكره يلعب الساعه 4 عشان في ماتش زمالك في الكاس الساعه 7.
ما هي موضوع البث طبعا لازم انت بتحط الجدول لهم الاولويه تسويقيا مثلا بقدر لا بقدر الامكان تحاول تبعد الانديه الجماهيريه ان هم يلعبوا في توقيت واحد. طبعا بتعمل مشكله للجمهور وفي البيوت ممكن يبقى في خلافات والناس عايزه تستمتع لان الانديه الجماهيريه يعني الاسماعيلي والمصري والزمالك اهلي اتحاد يعني الانديه ديت لازم بقدر الامكان بحاول ابعدها عن بعض توقيت ماتشاتهم. بعدين لما احنا عندنا ميعادين 4 و7 الغالب يعني النسبه الكبيره فبالتالي انك انت لما تيجي برضه تحط 4 و7 وتلاقي اسكندريه الجو افضل شويه في 7 8 درجات هتاخد انديه اسكندريه هي ممكن يعني تتظلم شويه انما الجو في فرق 7 8 درجات خاصه في الفتره الاولى اللي كان فيها الحر يعني انما بقدر الامكان ان انت لازم تراعي الامور التسويقيه لانك انت ما تضرش الراعي وما تضرش الناس اللي تتفرج. ويمكن من سنتين كان مباراه ريال مدريد وبرشلونه لعبت الساعه 1 الظهر وكان ميعاد غريب جدا لما كانوا مسوقينها تقريبا في كوريا او في اليابان كانوا مسوقين المباراه في اسيا فبالتالي اختاروا الميعاد اللي يتناسب مع الجمهور هناك فكانت لعبت الساعه 1 الظهر الناس كانت كلها مستغربه في الفتره دي. بعض الناس يقولوا يعني مشهد كاس مصر غريب بنلعب كاس اللي فات وكاس اللي قبله وكاس اللي قبل اللي قبله مع السنه دي. احنا من ان 4 سنين دلوقتي كان في مشكله كان في دوري من وقت الدوري بتاع الكورونا والدوري خلاص متاخر جدا فبالتالي الدوري بدا شهر 12 فعشان ترجع الدوري يتلعب شهر 8 في فرق 4 شهور فما تقدرش تعملها مره واحده. فطبعا في كاس دخل على كاس انك انت لما بتيجي تحدد الاول الاولويات بتنهي الدوري اول حاجه عندك الدوري. ويمكن زمان الناس اللي يعني اللي كانت مركزه شويه زمان الكاس اتلغى 3 4 مرات لان ما كانش فيه وقت مناسب لان كاس وقتها ما كانش فيه بقى الرعاه كان سهل انك انت بتنهي الكاس ما كانش فيه فلوس ولا رعاه سواء في دوري او كاس. الكابتن جوهري الغي الدوري عشان روحنا كاس العالم الغي الدوري دلوقتي ما تقدرش تعمل الحاجات ديت يعني خلاص في عقود والاتحاد الدولي بيلزمك بعقود حتى لما الدوري يوقف عندنا فتره الاتحاد الدولي بعت ان الانديه ملتزمه ان هي تدفع العقود للعيبه فالامور دلوقتي ما بقتش سهله انما انت عندك الاول لازم تنهي الدوري عشان تحدد الانديه اللي هتروح تشارك في البطولات الافريقيه. فاحنا اتمنى السنه دي ان شاء الله هننهي بقى كل الكلام دوت لان هيعتبر عندنا فاضل لنا المباراه بتاعت بكره ان شاء الله وعندنا المباراه النهائيه النهائي وبعد كده الانديه تبدا بعد المباراه النهائيه نبدا بقى في نخش في الكاس الجديد الكاس بتاع الموسم دوت وان شاء الله ننهي. يمكن الموسم اللي فات طبعا دخول كاس العالم الانديه دخول النادي الاهلي فيه بشكل مفاجئ احنا كنت مرتب طبعا ان هخلص الدوري والكاس كله الموسم اللي فات انما لما البطوله اتنقلت للمغرب والاهلي دخل ما كانش معمول حساب الاهلي ان هو يدخل فبالتالي الفتره ديت عملت مؤجلات للنادي الاهلي فده اللي اخر الكاس. ولو الاهلي كان كمل حتى النهائي لقيت الزمالك هيروح يلعب البطوله العربيه كان في الصيف ففي طرف مش موجود فبالتالي حتى لو ضغطت على الاهلي ولعب طبعا الزمالك طرف في الموضوع والبطوله العربيه كان ليها ميعاد وبعد كده اتغير الميعاد بتاعها اتاجلت 5 6 ايام عشان فترات اعداد بعض الانديه في السعوديه فكل امور يعني بتبقى مترتبه على بعض انما احنا عدى علينا يعني مر علينا في الكام موسم الاخير يمكن انا الموسم اللي انا جيت فيه وبدانا متاخر الدوري كنت انا خارج المسابقات يعني جيت استلمت كانت البطوله خلصت متاخر جدا وبدانا متاخر بالتالي فاحنا الحمد لله احنا في فرق شهر عن الموسم ده عن الموسم اللي فات بدري فبنحاول بقدر الامكان ويمكن الموسم اللي فات لاول مره من مده ما يبقاش عندنا مشكله في القيد الافريقي والانديه ايدت وفي انديه اخذت شهر ونص فتره اعداد بقالنا كام موسم ما خدناهمش فبالتالي لا الامور الافضل يعني. هل ملف الرعاه ورعاه المنتخب والمنتخب وصلاح هل حضراتكم نسقتوا مع محمد صلاح في امور ترتيبات المنتخب ورعاته والفترات اللي جايه والسلبيات والايجابيات هل صلاح جزء من القرار؟ اكيد الامور الملف الامور الماليه ديت والرعاه الحقيقه الحمد لله دلوقتي يعني ماشيه في هدوء وفي خالد الدرندلي ماخد الملف دوت موجود فيه وجميل بيعلم شاطر شويه في الناحيه الماليه ديت
فبالتالي ان مع الشركه الراعيه مع الكابتن محمد صلاح الامور القرار. الامور كلها ماشيه في امور طبيعيه. لا خلاص يمكن الفتره بتاعت اللي حصل فيها المشكله القديمه يمكن كانت حاجات جديده داخله بقى، كان لسه بقى النجم محمد صلاح ولمدير اعمال كانت الامور شويه نقله جديده، فالحمد لله من بعدها الامور يعني مستقر. هل حصل حوار بين حضرتك وصلاح في دبي؟ اول ما رحنا طبعا يعني هو راجل ملتزم، اول واحد تلاقيه في اي لقاء سواء في المطعم تدريب في المقابلات الجهاز بيعملها طول اليوم مستر فيتوريا والجهاز بتاعه. فطبعا كان تاني يوم على طول اول ما وصل قعدت ما اتكلمت معاه ومع كباتن الفريق عشان بنتناقش في اللائحه، والحمد لله ان اللائحه خلصت وموجوده في مجلس الاداره واعتمدت خلاص. هو صلاح كان جزء من قرار اللائحه؟ هو اللي بينقل طبعا، حاسس باللعيبه وطبعا بينقل اللعيبه عايزه ايه، احساسهم عايز ايه، فالامور دي كلها طبعا هو طبعا عنصر مهم في اللائحه سواء في الثواب والعقاب، لان هو ليه دور في حاله عقوبات اللاعبين في المعسكرات خاصه المعسكرات الطويله. هو بقول لحضرتك بيبقى موجود اول واحد فبيبقى عارف لو حد اتاخر، بس الحمد لله يعني في السفريه بتاعت الامارات الاخيره يمكن اول مره اطلع رئيس بعثه في معسكر منتخب، فالحمد لله الامور كلها كانت ممتازه وكانت ماشيه كويس وفي هدوء الحمد لله. حتى الكابتن حازم يعني نفسه هادي جدا. انت عارف بص يعني هو طالعين اتنين اصلا يبقى كتر خير دول لو كلموا بعض يعني حضرتك وكابتن حازم. فالامور يعني الحمد لله يعني حتى ما مش من النوعيه اللي احنا نقعد نعمل اجتماعات كل شويه باللعيبه، عملناش اجتماعات خالص، الامور هاديه. كابتن محمد صلاح والكابتن نني وحتى كابتن حجازي جا وساند وكابتن الشناوي هم الجماعه الكبيره، حتى الجداد اللي دخلوا عليهم دخلوهم بسرعه مع التيم يعني، وكانت الامور الحمد لله كانت هاديه ومباراتين كانوا على اعلى مستوى. ومستر فيتوريا نسق بين المباراتين وتفاهم كبير، ان برضه مستر فيتوريا الحقيقه برضه من النوعيه الهاديه جدا. هو شخصيه قويه جدا بس هادي جدا، يعني مش شخصيه قويه بالزعيق والشخط والحاجات دي كلها، لا لا لا، هو اللعيبه عارفه ان هو راجل صاحب شخصيه وبيعامل اللعيبه كاولاده، انما اللي بيخطا بيتعاقب. امور الاتحاد ماديا كويسه؟ لا مش كويسه. مش كويسه؟ لا. طب امتى الحكام هياخدوا فلوسه؟ الحكام اخذت فلوسها، مشكلة الحكام. انا كل مره اطلع اقول كده، لسه من اربع ايام كان معايا كلام عن الجديد، انما القديم كله انا عارف قبل الحكام اخذت فلوس. قالوا ما خدناش من السنه اللي فاتت غير 25% و20% من فلوس السنه اللي فاتت. نرجع بقى لخالد بن دراندلي بقى هو اللي معاه الخريطه بتاعتهم لسه الحكام يعني. فلوس، انما انا ما شفتش حد اشتكى الفتره اللي فاتت يعني. ده كلهم بيتكلموا. وبعدين الفلوس من الموسم دوت راحت للرابطه والرابطه تصرف للحكام. طب في متاخرات من الموسم اللي فات؟ كان في جزء بسيط لسه ما انما من الجدوله كلها يعني من الجدوله، لكن لسه ما دفعتش. ما اعرفش، مش متاكد. انا الامور الماليه اصلا مش غاويها قوي يعني، مش مركز فيها خالص يعني. بس حضرتك عارفها اكيد يعني. مش لا والله ما بقاش مركز فيها يعني. الملف ما دام مع خالد بيدر اندريك خلاص فيها يعني ايه الملف ده مع خلاص ما بس حضرتك رديت عليه على طول ما بتكلمش. الاتحاد مليان كويس ليه؟ لا الفلوس انا عارف طبعا، في هنا امور بتبقى واضحه في معسكرات وامور اخرى يعني. هل منتخب 2005 اختيار وائل رياض، وانا شايف ان ده اختيار رائع جدا، هناك اقاويل ان وائل رياض انتوا اخترتوه ثم ميكالي هيخلص ويجي، المعلومه دي مظبوطه ولا غلط؟ لا مش مظبوطه. مش مظبوطه. انا كنت متاكد من كده. لا عندنا ثقه في كابتن وائل رياض وائل مدير فني كبير، وبعدين بقى له مده مع المنتخبات صح، وتعامل مع مديرين فنيين كبار. امال احنا ايه الفايده انك انت بتسيب واحد مده طويله علشان يستفيد وبعدين تستعين بيه وياخد التجربه كامله؟ وبعدين هو وجوده مع مستر ميكالي من اعلى الناس اللي انا شفتها في حياتي في الملعب. راجل بتاع الملعب واخد ميداليه ذهب مع البرازيل قبل كده في الاولمبياد، راجل على اعلى مستوى. فاكيد الكابتن وائل ما التعامل معاه في الفتره اللي فاتت دي كلها خلاص، ممكن الراجل ممكن يجي يعني يقعد معاه يتناقشوا في برنامج، الحاجات الطبيعيه يعني. كابتن حسام لطيف 2007؟ ان شاء الله. ان شاء الله مع كابتن عبد الستار وعمر النور. تمام. ده التشكيل.
راضي عن تشكيلات كل المنتخبات الشباب؟ اه طبعا راضي. راضي. لا لا كابتن احمد الكاس 2008 2008 وكان في بطوله النهارده في اسكندريه بدا عشان نشوف الاختيارات اللعيبه، 6 مناطق كانوا موجودين النهارده في اسكندريه. شخصيه رائعه كابتن احمد الكاس بصراحه، راجل على خلق، وده بيبقى مهم بالنسبه للشباب الصغيرين ان هم عارفين الكابتن احمد الكاس. صح. وعارفين بياخدوا من اخلاق المدرب. مدرب بيبقى مهم جدا للاعب، خاصه اللاعب الصغير. ومعاه جهاز طبعا على اعلى مستوى، كابتن محمد ابراهيم وكابتن فوزي حراس مرمى والكابتن احمد رؤوف، يعني في كل الاختيار يعني الحمد لله. نرجع نكمل حديثنا عن اتحاد الكوره مع الحاج عامر حسين بعد الفاصل. نرجع تاني نكمل حديثنا مع الحاج عامر حسين. ايه موضوع ام بي والبيان والشكوى؟ انا كنت مستغرب الحقيقه، يعني الامور كانت او فاهمه غلط، يعني حصل كده لبس في موضوع غلط، والمشكله ان هم طلعوا في الاعلام بدون اي سبب. يعني ف ايه القصه يعني؟ تقصدها ايه؟ ما انا مش عارف الحقيقه. الموضوع كان موضوع ناشئين، وكان في اول مباراه في الجوله في الدوري بتاع 2003، وامبي كان راح لعب نادي السد باسوان. ويمكن دلوقتي بطولات الشباب والناشئين، بطوله الجمهوريه الاول كان مقتصره على انديه الدوري الممتاز، وبعدين احنا فكرنا ان لازم ندي طموح للانديه اللي تحت، لان الانديه بتاعت المحافظات هي كان بتطلع اللعيبه، منصوره ومحله وبلديه والناس دي كلها كان بتطلع لعيبه كتير للمنتخبات، فبالتالي لازم نديها الحافز ان هي ان الولاد بتوعهم المتفوقين يبانوا. فبقى في صعود وبقى في هبوط، فنادي السد باسوان عمل مفاجاه وصعد، وطبعا لازم ياخد حقه. فاحنا عارفين ان في بعض الامكانيات بتبقى ضعيفه في المحافظات، فلازم نراعي الكلام دوت. الناس بتبقى فرحانه، المحافظه كلها فرحانه، انبي رايح، الاهلي رايح، والزمالك رايح، الانديه الكبيره دي لما يشوفوها اكيد هتعمل طفره. فنادي امبي لما راح نادي السد وخسر 1-0 في اول مباراه، كان تاني مباراه للنادي الاهلي او بعدها مباراتين للنادي الاهلي مع مباراه مع السد اسوان هناك، ففوجئنا ان بيكلمني مقرر المسابقات، اداره المسابقات، وبين رئيس قطاع الناشئين، كلمه بشكل مش مناسب وهددوا ان الاهلي لو ما راحش مش هينسحب من الدوري وي وي وي. فطبعا تاخد موقف مع، فده اللي حصل بقى، كان بدايه الموضوع. واحنا اصلا ما كانش في حد عنده ان هي يعني المباراه تتنقل للقاهره، يعني هم قالوا ان الاهلي هياخد المباراه يجيبها القاهره. يعني فطبعا هم بيسبقوا يعني الموضوع. ازمه مش موجوده. ازمه مش موجوده طبعا، الكلام ده ما كانش حاصل يعني. طيب نروح لفقره قالوا وقلنا. دي بقى حاجات حضرتك قلتها ولا ما قلتهاش؟ كانت تصريحات مكتوبه عامر حسين على جروب الواتس، والاهلي سر هجوم امبي عليا. ده اللي حكيته دلوقتي. تمام، نفس يعني الواقع، خبر مظبوط. نفس اللي بعده بسبب عامر حسين امبي يهدد بالانسحاب من كافه مسابقات. نفس الموضوع، ما هدد يعني حضرتك قلته برضه. لا انا ما قلتوش، هو هدد المقرر ان هو هينسحب. يعني ده اللي حضرتك قلته برضه. اللي بعده حسين يقترح ايقاف اللاعبين بعد الانذار الرابع في الموسم الجديد. تمام، ده كان اقتراح، وال الرابطه رفضت، مجلس اداره الرابطه رفض الاقتراح دوت. ويمكن قالوا ان يبقى في جرأه اكتر من اللعيبه في المخالفات على ان الانذار الرابع، رغم ان في بعض الدول بيوقفوا بعد 5 انذارات. انما انا الفكره اللي عندي ان الانديه بتدفع فلوس كتير للعيبه ديت، نمره واحد،
فلازم يستفيدوا من اللعيبه ديت. ضغط المباريات الانديه محتاجه اللعيبه كتير. اللائحه او قانون كره القدم بقى يدي انذارات في امور كتير غير زمان. يعني زمان كان في حاجات كتير ما تدخلش فيها انذارات، حاليا بقت اجباري الانذارات فيها، لمسه يد حاجات كده، فبالتالي بقت الانذارات كتير قوي في المباريات. يعني حضرتك اقترحت بس الفرق كنت اقترحت. تمام. اللي بعده، حازم امام طلبت من عامر حسين اقامه الدوري من دور واحد. لا، هو ده كان اقتراح من سنتين وهو اقتنع بيه. فكان رايه كده في الموسم دوت، واتعرض على الرابطه، وبعد كده الرابطه بلغوني ان في بعض الانديه رافضه، وبالتالي مشينا على النظام القديم. اللي بعده، عامر حسين واثق من انتهاء الدوري في 30 يوليو وسر وراء عدم تغيير نظام البطوله. مظبوط. اللي بعده، ارهاقة اللاعبين وغير مفيدة فنيا. الدوري الافريقي. مظبوط، كان المفروض يبقى افضل من كده. المفروض يبقى افضل. لان ما ينفعش انا العب ست مباريات. فيهم ثلاث سفريات، وبالتالي ثلاث سفريات في وقت ضيق في 20 يوم. فبالتالي بتعتبر انك انت سافرت وانت بتلعب بره. وسافرت وانت راجع بتلعب المباراة الثانية هنا. يعني بتلعب مباراتين في ثلاث ايام اربع ايام، احنا بنعملهم هنا في الدوري الاندية بتشتكي. انما مع السفر، وبعدين نفس الانديه كان رئيس الاتحاد الافريقي كان اعلن في الاول ان البطوله ديت اللي هيلعب فيها مش هيلعب في دور 32، هيخش في دوري المجموعات على طول. بعدين فوجئنا ان هو الانديه دي دخلت دور 32. اكيد طبعا الشركه الراعيه مش هتضحي في 16 مباراه لثمان انديه كبار زي كده مصنفين. فاكيد تراجعوا عن الموضوع دوت، وبالتالي بقى ثمان انديه بنفس النظام اللي هو اللي موجود ابطال الدوري والكونفدراليه في وسط الموسم الافريقي. يبقى نفس المباريات هي دول هيقابلوا بعض تاني، ما هي فكان لازم تتعامل بنظام مختلف. ولو اتعاملت مجمعه، انا طبعا هم ادرى بالامور التسويقيه، انا بتكلم وانا راجل من بعيد، فلازم تتعامل بشكل مختلف. تبقى مجمعه زي البطوله العربيه، يبقى في حاجه جديده، هتبقى الارهاق اقل. بالنسبه للاعبين والانديه. شرفتنا ونورتنا حاج عامر. شكرا يا كابتن سيف، متشكر يا رب. كل التوفيق لحضرتك ولاتحاد الكوره، وان شاء الله باذن الله القادم افضل. شكر جدا. اشكرك فن. شكرا. خلصنا حلقتنا مع الحاج عامر حسين عضو مجلس اداره اتحاد الكوره المصري، بشكره شكرا جزيلا، بتشرف دايما بوجوده معايا. اشوفكم ان شاء الله باذن الله على الف خير.